أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند اللوانة دا سنطورة دا وزيرة دا وديدة كلا دوان دورة شوينكا ووهو الرأيو ودين كحينكا موليد كسوخيب غلياشا بهد ميديا لمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ما أنت إله أيام الله وفرصة إيسيي إنان كسو غيب قالو دورشادي سومالي لان إي أقل كساري هذا الجيدين تيدر رنتي قف كسو سومالي ميل كسو جوغو قدي يديبت أرنتان فرصة أيي أطهي وحين علامات أطهي هنان كدورشادة وعدين سو إن أدلكو هذه دورشة إن شاء الله مركي نور دماتو دورشة دا أقل كسارة وان رجيني إنو نغسو دماتو إسبوع عن قديسة لغوما كلا كعيو وحا هرلوسي قليا دورشة دا أقل كسارة إن شاء الله أقل كهوس هي توسو لوسي قليا مركي نغد دماتو دورشة دا أقل كسر مركي نجد لما توح توس لوسي قليا دورس شذا أقل كهوسة إن شاء الله وحن فريا لمان قدي هذا دورس شو إنك قدي لو حد دورنا يا أضيارشة مشرحين تا إلا إلى ليه خفنان تا دورس شذا إلا إلى ليه عدالة تا دورس شذا سال لسعوتين قبل هذا بيقولي سومالان وحيعان كتهاي دورشة هفنان يعدالة ده سال درتيد إن ده هاي شعب الصوماليات ملك السوي جوان أيه يدنكو هيان مركب وحان روائنا نقطة دورشة لقط ديان كرو تاريخ دقشو دبلوسو حسوستو وقفكستو ملك السوي جوان كهلو عدالة دي هفنان تيدسير يكود عضي أضياشة وحان إيغان الله يهي واتكم هسنتهين دادالكين كرتدين وحان إذن كربا عدالة لما أنتين عدالة عن الدغضة ما أنتين صوماليك اليا إذن ما إيغيسي الله سبحانه وتعالى أيا إذن إيغي مركو حا إذن الله يهي عوض قفك هينا وآخر هينا إلا ما يقانو عدالة عن إذن كربا قفك استهكو حساب تمو إن يسوع يسوع ما له ولا حساب تمايو لما أنت هنا تاسع أنا ولا داود إن وحن كلو الرضا هنا هل كان باقو قدره صاحب هذا دولة قبر ديا ذا وأن ربا إن أنا مشيغو إن يسوع قد أخسيها بدن وباللابان أقل كهوس يسوع قد أخسيها بدن وحن كلو ربا إن أنا حسوسيو سديد الكرسي كهرتي دولة قبر ديا ذا أفرت الجبلان لبدا قل مدوك إلا بدأ هيرش على الله سيد أقول نقصيها بدن أقل كسرين ويسو قدبيان ونسو جب جبيان سبب تان تقول يا وح كلام ماهن سومالي لان أقل كذا سر مركو دم هذا إن شاء الله وحن ربع تاريخ ده إني قشوا اللي يسوي ردمان اللي بعنا ده أقل كسر سوماليا سي أن سمستان قدوم كودي يو ندم كودي ساسنا سومالي ويا لطو هي أدي غور ليسي الدستورية دل كانوا ويا شو مدح لوسو هجاجو وأنا كنا إلى حساب تمو أنا كنا على حساب تمو هدان أنت كجذبو حالا دل كا الحمد لله ما أنت ملف عن أيو مريا دورشان كجرنا عربي الك سجدو خلافات واسكين ماذا لكن وحوين ماهن وحوين يا الله قادرين وحكسوا حكم يمسن حسلوني دل كا نبت جليدة نوضع نوالان شها شعب الصوماليات وحن فريا إنا إلاليان حسلوني دا عدوك الشباب نوسن كفا إيدي سنين وحا تهمة دا أبو ريو أما قلقل كا أبو ريو أما إسكليشن كسامينا يو وحق السياسة دا وحوين أو سياسة دا لسكوها يو ما بجرت شعب الصوماليات وحن الحقي جنيا إنا المركز يتاقنا عدالة لما انتين عدالة أيانا دا ولا شيء قبل إني إكرام
تهليل عدالة وهيلسا كوي دبكو جيستينا أما مانتا عن هلنو أما بري عن هلنو إن شاء الله قعنت الشعب الصومالي ويسو قلي دونان وأنا لا حساب طمع يهدو إلهي رالك النقضو لكن قلبي إن خير الشيقة هوشو الود بجراء محكمة دي ملتريق أي الله حل ساري قوان كيدا أيان سبينا دمان هو ليه ذان إني وضطا أيان رجين يا هورين وأوفري حدنا وافري يا سيدو أقول لقصي أحبادن إني هو ليه ذو باللوضان عدالة داس عدالة داس أيان نوض الدولو وحايد الله يا هاي إن شاء الله دور الشدة ونو مهم كحكومة دهان أنا وحا مهمة دو كوادي دور الشدة مركة كواد مركز لواد دور الشدة مركز دحالنا دور الشدة سببتو قلاف كستو يسقبسي كستو حول لما أنا يا مركز دور الشدة نوها قاكت ويحجرا عكارو إمانا يان إن شاء الله دور الشدة سالسيقوي مادو دور الشدة سيالوك لبحيا ندعم عصوب كهلينا annagana ku calool fiyoobayna wadankan horo qoriski dhigi horo ugu gudbaya insha Allah doorashadaas aan ahamiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino wabillahi tawfiq ada yawma hasantin wa ana nawfaran tahay go'an qodobada hashir wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh horta mahadda ugu horeysa ilaahay baale oo diinta islaamka ina siiyay taadarteed waxaan ku furaya سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مرك الله بعد هذا الكيغو صدح قايبوت أيان أن يقو قايبنا يا كوغوه الرئيس وحويان يان دا عدوى هاي عدينا محانو هيا كلا بعدنا وحويان أفر يصن صدن سندود أيان معلم جامعة ديت بروفيسور كاها سو مالي محانو قبطي أنا قو سو كوبية أفر تسندود سو سعوتانا هداي او دايادا يو افتدو اي هيليان هيل كايجي هالكين جارسين دونا ويان مركاس توقوه الرئيسة صدن اي أفر تسندود معلم كاها صدح قلب أيان ستي مد قلن كيغوها مد نعود كيغوها مد نقلب كيغوها صدح دا وان مدايي وحن مدايينا قرن مدى الصوماليات ميل هنجوغ با إنم كدافعو وحن مالينا يا هدي تاريخ دي بلور هاو مركي دولة دي ملتاري جرتي وقوي الحسوقي مقال كيوغو ريان قولو انيغو معالينا كون يساقال بقول يلحي يسيديتنكي انوان كيساني نحسوسين يا وحوها انوان كيسوحوها مركا في انجريس قلوغو شايغو The Predatory State and the Peasantry دولة دا برعاد كا يدد كبيرلي دا يدلين سو مقالي دا قبيلي markii jaadka laga goynayay iyo koon waxba loo qaban tasweerahaygina waan haya laba magaalada tan muqdisho markii etiopiyaanku ay soo duuleen laba kun iyo lixdii in maxaakiimta la shaqeeyay geed dheer iyo geed gaabanba waanu fuulay in dadka reer muqdisho iyo koonfur iyo soomaali oo dhan aan etiopiyaanka uga heeliyo codkaygii maantana weli uu taagan yahay صدح مركي طب قبل ياشي هاي دوني يعني إن الدستور هو قرآن مقالة النيروبي اللي بكوني أفرتي وحنا عقف كله ويدي يجمع هذا قرمه ويدي سيبل وحنا اللي هجاجيو دستور كي جرا ما أنت ميت كدوان أو هذا نفدرا على أو إسكت ولا يدتك أيانو كسو صارني قال إن كان وجوه ليني أمة دويان فكلا مركي دودو هاي كبر عبنتي بدينا كينيا نقول هاي ستو وحنو مالاني يا قف كي راديو مقدشة كهدلا ايه سو مالكو امبرييي انا عرين تاسي سعوتو عبد اسماعيل بوها توقو دم بيسين اني قو سو كوبيا جامعة عمود وحاي هاي سكول كي انكسو بحيا دح سارة
waxaan ka mid ahaa dadkii abaabulka u galay inay jaamacad noqoto oo magaceeguna camuud u ahaado. waxaan ka soo shaqeeyey oon weli la shaqeeyaa oon guddiga sare ee lagu aaminay jaamacadda Muqdisho xubin baan ka ahay, ka Kismaayana xubin baan ka ahay. haddaba anigoon ku fogaanayn waxaan soo qabtay, hanii sheego waxaan qaban doono haddaad ii heelisaan si qaranka hanugu heeliyo. ta ugu horreysa waxa weeye in dadkii iyo ummaddii la mideeyo, waynu kala daadsannahay, waa koobay ka noqonaysaa hawshayda. xaqii waqooyina xamar laga helo ayay noqonaysaa. inayna anigoo xilkaa haya hayna xamar ka soo bixi doonin markab xoolo ishiina sida oo magaalada Barbaro jooga in fasax looga qaado Muqdisho, inay taasi dhammaataan ku ballanqaadayaa. waxaa kaloon ku ballanqaadayaa waxa weeye caasimadda iyo dowladda halkan fadhidaa inayna xooggeega ku isticmaalin inay gobollada cunaqabatayso si xaqdarro ah. cunaqabatayn dowlad dhexe kama qabato dadkiisa, sidii ka dhacday Kismaayo. waxaan ku dadaali doonaa haddii Alla ka dhigo in la keeno federaal dadka mideeya, in dadka kala qooqoobin inuu yimaado, hay timaadana dowlad hufan oo dadka u shaqaysa, in dadka adoonsan una dadka u shaqayn iyada, ayaan ku dadaalinaa inaan keeno. ta ugu dambaysa waxa weeye in la xoreeyo magaalada Muqdisho oo sannad gudaheed doorashada dabadeed inay dadku helaan reer Muqdisho degani inay doortaan guddigii maamuli lahayd Banaadir iyo duqeydoodii inay iyagu doortaan oon kolba nin madaxweynihii u soo magacaabin. taana waan ku dadaali doonaa. waxa weeye inaan xoog saari doono qalbi iyo qalinba sidii loo soo naasnuujin lahaa Soomaalinimadii, sidii loo soo naasnuujin lahaa Soomaalinimadii. haddaba sidee baan u hirgelinayaa waxyaabaha aan ku tala jiro? tilmaan baan ina siinayaa, iguna garama iguna gal ila hor fadhiyana arrintaas. anuu halkan shaqo umaan soo doonan, waxaan waddanka geliya mooyaane waxaan ka qaato ma dhacaso. haddaba haddaad jagada ii dhiibtaan, mushahar baan qaadan doonaa. mushaharkaa koob biyaa ka cabbi maayo, sida soo socotana waanu isticmaali doonaa. waxaan abuuri doonaa, han samayn doonaa scholarships ardayda Soomaaliyeed, ayay mushaharadaasi noqon doontaa min Zeyla ilaa Ras Kamboni, sidana way u qaybsami doontaa. kow, jaamacadda Timcade ee ay iskuulkii dhexeen ka soo baxay magaalada Gabiley ee qalax la oran jiray, laba scholarship bay heli doontaa oo mushaharadeeda ka iman doontaa. laba, jaamacadda Camuud oo ay iskuulkii adduunka ii furay markan secondary-ga ku jiray, laba scholarship ayay heli doontaa. saddex, jaamacadda Hargeysa oo ahayd caasimadii gobolka Waqooyi Galbeed, laba scholarship ayay heli doontaa oo mushaharadeedu hay bixin doonto. afar, magaalada Barbaro jaamacaddeedu laba scholarship bay heli doontaa. magaalada Burcas jaamacaddeedu laba scholarship ayay mushaharadeeda ka go'a doona qaadan doontaa. magaalada Garowe, ilaan Soomaali baan nahaye, han reer Waqooyi ahaado Soomaalina waa nahay, dadku inuu kuu sinaadana Ilaahay iyo Islaamnimada ku farasa. jaamacadda Garowena hal scholarship bay heli doontaa oo mushaharadeedu bixin doonto. jaamacadda Muqdisho, Muqdisho University-na hal scholarship bay heli doontaa. jaamacadda Ummadda ee Muqdisho ku taalaana hal scholarship bay heli doontaa. jaamacadda Baydhabo hal scholarship bay heli doontaa. jaamacadda Kismaayo hal scholarship bay heli doontaa. jaamacadda Jibuuti, waa Soomaali baan nahay soo maaha, jaamacadda Jibuuti hal scholarship bay heli doontaa. jaamacadda Jigjiga hal scholarship bay heli doontaa. jaamacadaha ku yaala Mandheera iyo Gaarisa hal scholarship bay heli doontaa.
marka walaalayaal odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada la socota hana u hiiliya waddanka ee ii hiiliya maanta. Waxaan doonayaa calaamadan inaynu qaadanno gacanta sawtii midig maaha. Maxaa ku yaalla? Shan farood baa ku yaalla, waa shantii Soomaaliyeed. Markaa markaynu wax doonanno midigta hantaagno, shantana hantaagno, calaamadaynay noqonaysaa wixii maanta ka dambeeya. Waxa weeyaan qaran Soomaaliyeed, qowmiyad Soomaaliyeed oo Islaamnimo iyo Soomaalinimo ku dhisan bay noqonaysaa. Waa gacanteennii waaye. Haddaba waxaan ku soo gabagabaynayaa heesu tiriyey maxamed cali kaariye, allahu naxariiste, maxamed mowga iyo shankaroon axmedna hay qaadaan inii heesi maayo, laakiin kelmadaheegii baan inii sheegi doonaa. Haddaad doontaana waan iniigu dari doonaa heesta. Waxay shankaroon odhansaa hadda u fiirsada walaalayaalow, dantu wada jir bay bayac kaga fogaataa. Haddaan isqabsanno gacmaha, bayac ma arkanno. Dantu wada jir bay bayac kaga fogaataa. Karti iyo dadaal baa qarannimo daryeelee. Karti iyo dadaal baa qarannimo daryeelee. Baryootan qarannimo ma keenayo. Dadku waxay ka maalaan kolba siday u daajaan. Haddaad xoolaha raacdid ood meel wanaagsan geysid, caano badan ayaad ka heli doontaa. Dowlad waxaa samaysa, dad waxaa sameeya, isku kalsoon, cidnaba aanu harabran Ilaahay mooyaane ayuu dadaalkaygu yahee ila garab joogsada. Innukuna waad salaamantihiin, Soomaaliyana ha noolaato. Waa mahadsantihiin. 30 daqiiqo salaada iyo qadada haysanaa, insha allah intaas markay noo dhammaato dhammaantiin waa inaynu gudaha nimaadnaa. Qolada khudbadaysay iyo kuwa aan khudbadaynba waa mahadsantihiin.